زماني جار علي والدنيا وقفت ضدي، بتضلّى روحي سورية وغير بلادي ما بدي. لسا مصدقة إنه بلادك بعدها بتعطي حنية، الله يعينك على عقلاتك صرنا أوادم منسية. فيها خلقت وفيها ربيت وما بتركها لو تركتني، لو عشت بعلبة كبريت ولو من لقمتها حرمتني. بين الواقع والأحلام في فارق يا نور عيني، والتعبان ما بينلام ولا بيرتاح بغنية. ما عم غني لا ترتاح هي شارة تمثيلية، انت صار اسمك جراح وانا سموني جورية. يا الله دخيلك يا الله، شو هالزلمة هاد، شو هالإنسان اللي ما في اخته بهالعالم كله. يا أخي الشهامة والكرم اختصاصه، الله يطول بعمره يا رب لك ويضل مفي علينا كلياتنا كلياتنا بدون استثناء. اوف 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 اوف، مين هاد بقى اللي اخذ منك كل هالاحترام والمحبة؟ باينتو شي كتير كبير مو هيك؟ معلوم لك كتير كبير ومهم. عم قول لأنه أنت الكلمة الحلوة ما بتطلع منك ببلاش. أخي جراح مرني أخي عبسام، أنا بخوزك شي لا سمح الله. ما بيطلع لك. طيب ناصب عليك، لك مشلحك ضاربك عضك قارصك. للأمانة لا، ولا مرة عضيتني. طب ليش بتضل حاطت راسك براسي؟ ليش بتضل تزعجني وتاكل هوا علي؟ هواية هيك أخي عبسام، نحنا منحب ننكش قصدي نهز الورد لنشم ريحته. على كل حال قال بيقولوا الإناء ينضح بما فيه، وانت قلتها الإناء ينضح بما فيه، وانا بعرف شو فيه إناءك، مشان هيك مستغرب يطلع منك كلام حلو. لك الله يسامحك، بس مشان كون صادق وما كولك عليك او كذب، ما بيطلع مني هالكلام غير لشخص واحد. مين هو بقى؟ تاج راسي وراسك. ايوه وصلت وصلت، رئيسك مو هيك؟ ورئيسك ورئيس الحارة والبلد لك وكل الكون كمان. لا حول ولا قوة الا بالله، صحيح مثل ما بيقول المثل، قال قل لي من رئيسك أقول لك من أنت. لكن قال قوالك إلهي، بتعرف يا قليل الهيبة السيد الرئيس شو عامل مشانك ومشان أمثالك؟ رجع الجولان. أهم رجع فلسطين. لك أهم عجزت. لح يرجع كل الشباب يلي برا البلد، ولح يرجع البسمة على وجوه الشباب يلي جوا البلد، يعني لح يرجع المي لمجاريها، ولح يرجع البلد مثل ما كانت. يا لطيف يا ساتر، وما بده يرجع الشهداء اللي قتلون كمان والمهاجرين اللي طردون؟ ترجع عليك تريلا تفر مكفرهم ان شاء الله. حبة حبة ان شاء الله كله لح يرجع بعد هالقرار النبيل والكريم. لكيل عن اخته شو بيطلع قراراته على الفاضي، ودخلك شو هالقرار النبيل والكريم؟ قرار العفو عند المقدرة، فخامته عفى كل الشباب من الاحتياط. بتصدق لك؟ اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله هارون الرشيد ما عمله. امو لا تعرف مين هارون الرشيد يا طبل. المهم هلا من وين جايب هالقرار انت؟ لك ليكو ليكو ليكو، مكتوب على الانترنت ومطوش الدنيا فيه، والسيد شادي حلو الاعلامي الوطني المر تعرفه؟ ايه بعرفه، ابو شحاطة زرقاء. شو به؟ ابو ايد بيضة مو شحاطة زرقاء، الاعلامي الكبير بده يطلع يحكي عن المكرمة ليقول مبروك لسوريا الاسد وشباب سوريا الاسد. عبسام بدي اسألك سؤال. سؤال سؤال، العين تطرقك إلهي. هالشباب السوريين يلي أسماءهم على لوائح الاحتياط شبون؟ مبسوطين لأنه الوطن ناداهن على الواجب ولا مزعوجين؟ وجع إن شاء الله. عم أقول لك الشباب المطلوبين احتياط ليدافعوا عن وطنهم ورئيسهم، هدول حسب خبرتك بالتشبيح متمنين يلتحقوا بالجيش ولا مو طايقين سيرته؟ هلأ هنين أكيد مبسوطين لأنهم شرفاء طبعا. طيب إذا مبسوطين ليش متخبين ببيوتهم، وليش خايفين يلقطوا من الشرطة العسكرية، وليش خايفين يلتحقوا بالجيش، وليش بيجنوا بنطوا بس يسمعوا إنه نفدوا من الجيش؟ لك صحيح أنت ما جعت؟ جعت بس رايح أكل عند مرتي. إيه روح 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 لعند مرتك، روح كل هنيك أحسن ما تضلون عم تاكل هوا. لك ريتك تقبر اختك، شو اشتقت لك يا الله يا عدنان. لك ماني مصدقه اني رح ارجع شوفك. ايه ايه تقبرني، اتفقنا ما رح خبرون، رح خليها مفاجاه، دير بالك على حالك. امانه تقبرني. ايه الله معك الله معك حبيب اختك. مرحبا. ميت مرحبا. حزير مع مين كنت عم احكي؟
سمعتك أنا والحارة مع أخوك عدنان. صحيح، ولك اسمع، لك أخيرا رح ينزل زيارة بعد 7 سنين. لك شو أجدب هاد؟ مو عليه احتياط؟ أي طعمك الحج والناس راجعة، ما سمعت بالعفو اللي عمله مقصوف الرقبة؟ والله سمعت بس ما خرط مشطي، ها يعني ما صدقته. أوف، وليش بقى؟ يا جورية، اللي بيجرب المجرب بيكون عقله مخرب. على الأغلب هذا العفو كذب بكذب وفخ مثل العادة. نحن ما متنا بس شفنا اللي ماتوا. إذا جمعت التسوية والمصالحة عباهم بالسجن، كيف جمعت الاحتياط؟ لك لا لا تقبرني، هالمرة عن جد ما رح يسترجي يلعب بديله، إلا أنه القرار مو منه، وعم يقول أنه الروس جابرينه عليه. والله ما بعرف شو بدي أقولك، بس أنا ماني مصدق. المهم هلأ اوعى تجيب سيرة قدام أهلي، لأنه رح نعمل لهم إياها مفاجأة. مفاجأة كمان، الله يستر. صحيح، بدك تتغدى مو هيك؟ لك هلا شو جاي على البيت لشوفك؟ شو أمرت؟ عم قول أكيد بدي أتغدى. ولي علي عليك يا أخي، الله لا يوفقك يا ابن الحرام، لك يخرب بيتك. لك إمتى بده يحكي كلمة ويطلع عدا؟ لك هاد رئيس ولا رجل كرسي؟ مشان الله يا جراح ساوي شي، تصرف، اتحرك، الله يخليك. لا إله إلا الله، شو بدي أعمل يعني؟ شو طالع بإيدي أكتر من هيك يا بنت الحلال؟ عم قلك قالولي إنه كان لازم ينطر لينزل العفو بشكل رسمي من رئاسة الجمهورية، عأساس رئاسة الجمهورية صادقة. ما بعرف هذا الحكي ما بيقطع معي. شف لك شي كلب بهالدولة بياخد مصاري، لك بركي بندفع له ويطالعوه. الله لا يوفقون، بعد ما قطع الحدود كانوا ضعيفي، قال مشتاق لبلده. قال خلاص جورية، أحسن شي ننطر لنشوف شو رح يصير. كيف يعني ننطر؟ إذا طالعوه بيكون تمام، وإذا ما طالعوه بالله بياخد فرزه بيلتحق بالجيش، وساعتها بتصير أسهل، كله بينحل بالمصاري. بتنحل؟ إلهي بينحلوا مفاصلك وبتسيب ركبك وبتنملخ رقبتك وبيفرط دمك يا كذاب يا ابن الكذابين. لك قلتلك أنا هاد ما بيتأمل له، هاد مثل شرشبيل رح يقضي حياته كلها عم ينصب فخ ورا فخ ليصيد كل شي فيه سنافر. مهما زماني جار علي والدنيا وقفت ضدي، بتضل روحي سورية وغير بلادي ما بدي. لسا مصدقة انه بلادك بعدها بتعطي حنية، الله يعينك على عقلاتك، صرنا اوادم منسية. فيها خلقت وفيها ربيت وما بتركها لو تركتني، لو عشت بعلبة كبريت ولو من لقمتها حرمتني. بين الواقع والأحلام في فارق يا نور عيني، والتعبان ما بينلام ولا بيرتاح بغنية. ما عم غني لا ترتاح، هاي شارة تمثيلية، انت صار اسمك جراح وانا سموني جورية.